هلا هلا بالاصدقاء، ان شاء الله نكمل الدن رينج. واصل الحين الصوب الثاني، ذا نكست هذا سنو بليس، فنخلص ان شاء الله. حاول نخلص اليوم الفرنزي فليم عشان ان شاء الله نبلش الثالثه. حياكم حياكم اصدقائي. ولك طلعت طوالة والله عمر، مو سالفة سهلة صدق. حيل طوالة. أنا توقعت بسرعة بسرعة ووصل النهاية. لا لا. مو السالفة حيل. والله قاعد أقول أنا شو السالفة. لازم تجيب قطع. إي هذه هي لازم تجيب القطع وما أدري شنو. سالفة سالفة. مين؟ ايه شنو ما شفتي العاب الدن رينج من قبل؟ الدن رينج من صدقك؟ والله فوق ال 20 يوم الحين. اي والله صار لي كم الحين انا دشيت كم؟ دي كم؟ 24؟ يوم انت 22 صح؟ 22 23 يا 22 فهمت؟ اتوقع 23 اتوقع. اه يا اول مرة يوم اللي ختمت فيه اللعبة كان يوم 20 20 صح صح ابراهيم تقريبا. كم خلصت؟ خلصتها مرة، الحين بخلصها الثانية علشان ابلش الثالثة واخذ البلاتينم بالستيم، لان انا قاعد العب بالبي سي. هذا الحين المكان السحري، لازم اخلص المكان السحري صح؟ اي لازم تحل اللغز. لا شكو دقيقة، لا 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 تحل اللغز، اللغز هذا مال ميلينيا. هذا اللغز مال الباب علشان اروح صوب ميلينيا. اي اي انت شنو تتباريها؟ ايش ما له داعي اروح هناك؟ ما لها شغل بالقصة، هي مو اساسية. كذاب والله. عيل شوين اروح لازم عشان اوصل حق العالم الثاني. دقيقة انت الحين اي بوس ذبحت؟ خير واحد. انا فين نسيت؟ ذابح ما ذبحت ذبحت مورجت؟ مورجت اي ذبحته؟ اي ذبحت فاير جاينت على طول. صج؟ يب. يعني ما له داعي حتى هذا الذهب هذا الثلج اللي صار ما له داعي اروح له. لا ما له شغل، ما لك ما له هذا كلش ما له شغل بالقصة. تغير وين صاغ او الله العظيم هذا نهائيا ولا شيء بالقصة. امس كله رحت والله ضيعت وقتي. ترتيب الحين كالتالي: فاير جاينت، مالكث،
بعدين ما اسمه قادرك ولا مو قادرك قادر فري بعدين بس الاخير ايه شو ده ما ضيعت ما طولتها والله ملينا زعلت مني مشكلة انا بوس مو اساسي نهائيا بس اقوى من البوس الاساسي تخيل ليش نزل لي من الحصان؟ شنو في انفيدر؟ ايه انفيدر يا انفيدر انفيدر وينه؟ نعم والله مت ما لعبت ضدها ميلينيا لعبت وفزت الفيديو موجود رفعته باليوتيوب والانستغرام وحتى التيك توك ذابحها ذابحها ابحى سولو ورد واكرر سولو يسمعني اسمع يا جارة عرفتي عود اشوى هالجاينت ما يقومون بس مشكلة في منهم وايد قصدك يقومون؟ لا لا يعني موجودين في المنطقة هذه شوف ايه ايه صح صح صدق لا بس الحجم هذا اللي توني شفته الحجم هذا ما اتوقع انا ايش سوي؟ انا ايش سوي؟ موت فكني اوف ما راضي يموت في سلاح افضل من ذا؟ اي اكيد
بس انا قاعد استخدمه بسرعه بسرعه علشان اخلص بسرعه من المكان. خلنا نشوف في احد يقدر يساعدني ولا ما في. اذا ما في عنيك صديق ما في عند الباب ولا داخل كنا منو حق البوس. ما قصدك شو اسمه ام بي سي اللي داخلي؟ ايه الام بي سي. ما اتوقع الفاير جاينت فيه. كان في الكساندر بس انا مو مسوي كوستم هذا. الكساندر اوكي اوكي عادي سووا سمن حق واد خلص وايد في بني. طلع في كوست حق الممك تدري؟ ايه لو ندري والله راني بلا اي ممك اي واحد قصدك اللي تذبح ممك نفسك؟ ايه مراني بس خلصنا منه. يقولون بدأ الصعوبة من الرابع والخامس. شلون؟ يقولون تختيم الخامسة والرابعة بدأ الصعوبة هني. هني تحس إنها يتشالنج الموضوع. ليفلك عالي. إيه. تقريبا ما خلصت 50% من اي واحدة؟ الكيبورد. 50% من الكيبورد. زين والله. اقص الكيبورد بعدين كي كابس. مستعمل قصدي من زمان منظفة ست اب القديم
غريبه شنو هذا ايش في طاح كذي ملينا اللي طاحت ولا هو اللي طاح؟ هو طاح ملينا مو موجودة ايه لا خلاص مشت سالت اوكي انك ما مشيت على الكوستلاين ماله صح؟ لا ما الفرنز فليم الفرنز لما تاخذ الفرنز فليم هي تزعل تقول راح اذبحك وما ادري شنو يا ما خليته اجرب غريبة النهاية مالت الفرنز فليم اتوقع بس علشان الثري فينجر فينجر؟ ايه الثري فينجر هو اللي داخل الفرز فليم اوكي فينجر اخو تو فينجر ولا ايش وضعه؟ مو التو فينجر اللي شو اسمه؟ اللي فوق اللي عندك بال براون تيبل؟ ايه الثري فينجر طلع عند الفرنزي اللي ورا الطوفه اللي ورا الطوفه شفت الفايت اللي باريت فيه شو اسمه؟ جودفري؟ والله انا مستانس وايد بال هذا يوم التحدي اللي قاعد يصير. واو صدمت كل شيء طالع فيني قلت شلون صار اسوي كذي؟ طلع انه شنو انت تقدر تستخدم الديلي مال التليبورت. ديلي التليبورت؟ انت لما يعني لما تسوي الحركة السبيشل على حسب الضغطة مالتك نفس الدوج رول على حسب الضغطة مالتك اللي يسوي الداش وكذي ما العب اسمه جريت سورد ف ايه صح صح موته حلو مال هداي قاعد استغرب من الناس اللي يوقفون عند هذا التنين هذا انا ما اوقف له اصلا امشي على طول اكمل خلي يولي يعني على طول اسحب عليه روح وراه على طول يسار يجي يعطي ايتم ما يعطي ايتم هذول التنانين ما يعطون ايتم يعطون شو اسمه يا سميثينج ستون او هناك رون بيرن بيبي بيرن والك حده بيقني
اي لانه يعطيك ايشنت دراجون، ايشنت دراجون سميثنج ستون، فمهم. انا حصل على نفسي حصل من مكان ثاني. اي بس هم ليمتد باللعبه. يب ترى مو كل ثانيين يعطونك على فكره يعني. اي صح مو كل ثانيين. اي ذبحت تنين انا ما عطاني كلش كلش ما عطاني فوق اصلا فوق فوق على شيء. الفورد نفسه الحين يا عثمان. هلا هلا الحمد لله تمام والحمد لله بخير تمام. انت شو مسوي؟ اوه امس والله ما تسحرت. ايه لا وين اي مصدق امس نمت مبكر لان الساعة 2. ايه وين تسوي؟ ايه ايه كنت دايخ حتى انا قلت انا ابونا برجع لايف ما رجعت لايف كلش. ايه ايه صح انا شفتك لايف هذا وياه غريبة. انت وينك الحين؟ قاعد العب توني داش لايف. هذا وصلت انا عند العاصفة. ايه ويه ويي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 ي
ايه زين تسوي؟ ايه ما تشبك الحين ديسكورد؟ ايه انا الحين شابك اذا هذا تعال ديسكورد. ايه يلا يلا خذ راحتك. يلا اي واحدة اول واحدة؟ هذه رقم واحد قصدك؟ هذه تاخذها من عند الكالسيوم. الكالسيوم هني وين؟ هذه نسيت والله وين تطلع لي، هني كنا بس او بال شو اسمه؟ الدرع هني تحصله، اي الدرع هني تحصله، والثانية تحصلها هني بالكالسيوم. هني. واقوى واحدة هذه. لازم تاخذها. لازم لازم. هلا هلا بروتين. اوف
طلع قوي هذا. اوف شلون شي يذبحني بسرعة؟ طقة واحدة. انتي تو حجي. ايه صح تصدق؟ انا اقول انا شلون ذبحني طقة واحدة؟ شوي راجع بس بنسي الكياس وارجع. اوك والله صدمني شلون ذبحني بسرعة. خل اشوف هناك شنو فيه. انا ما ادري نزلت قبل ولا ما نزلت. هذا مكان غريب اول مره اشوفه عثمان. شكلك حالف ما تقتله بالحركه ذي. ايه خلاص انا خلصت اللعبه بالاولى عادي بالحين بس قاعد اخلص بسرعه. اخلص اللعبه ليش طوله؟ والله هو اللي ايم على راسي. ايه في تنين توني اول مره الجيم اللي طاف ما شفته. طلع في تنين وانا ما ادري. بلا علشان شو اسمه حق الدرع ماله داعين بلا عشان الوزن عشان الرول. الدرع انت قصدك اي واحد؟ لا الدرع مبلا. لحظه درع اردون رسمي بوست فيزيكال دامج نيجيشن. تصدق ايه استخدم واحد يخليك ما تستهلك طاقه. صح صح اها نيجيشن اللي قاعد يجيني الطق اللي يجيني ولا الطق اللي خذ.
هذا يزيد دفاعك. اي يزيد دفاعي صح. ولا يقطشرني من فوق ولا جمعناته اخليه. حيوان ايه صكني كيف. خل الذين والله شوف اذا غير الستانس شوف اذا غير الستانس ايه اشرب. اوف افا ما اعطاني شيء. افا على الفاضي. وين هذا؟ متى حطيت انا هني؟ والله عثمان على الفاضي ما في شيء. عبالي بيعطيني ايشنت. بوتس دامج. انت قاعد تتكلم للحين على هذه صح؟ هذه نيجيشن. نيجيشن اخر كلمه نيجيشن.
قم للجيب. اضغط مثلث. ايه صح صح ديفنس صح ديفنس ديفنس دامج نيجيشن. ايه صح 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 صحي كلامك يا عثمان. من امه لازم نصدقك. شو المكان هذا؟ هذا ما جيت للمره اللي طافت في الجيم الاول. صدق عثمان ما جيت له. لانك ما تشتغل دوب. كل تفن كل تفن. اول مرة تقول لي يا عثمان ما له شغل ما له شغل. اخ والله عادي كان انا عادل بس ما ادري شلون طافتني هذا المكان. هذا في دار هني بروح له. شايفه شايفه خل افتر ابي جريس. ايه ادري ادري. علشان جي انا قاعد اضحك. ولا ما عندي انا اف بي شلون الحين؟ ما عندي اف بي. ما في جريس هني. ليش ما في جريس؟ نشوف هذا يزيد. راح يزيدني شو اسمه اف بي.
خف خلاص اعتمد على الضرب العادي يترك السحر المن. انا هذا اللي مسويه بالجيم الاول ما كنت العب بهذا السلاح يعني بس 4% 5% باللعبه بس انه النهايه الثانيه فقاعد اخلص بسرعه عرفت لان وراي نهايه ثالثه فقاعد العب كنا سبيد رن. خلنا نشوف هذاك الدري وين يودي. ايه سيف الساموراي ترى قوي بس في سيوف باخر الجيم يطلعون لك وايد قوي نفس مونفيل والثاني. اللي اوتشي اوتشي ما يسمونه هذاك. دام انا هني خلص على فوق بس ملاعب صغادان ترى قوية بس انا بعد ما خذيت هذيله وعندي مال الجوت اقوى طبعا بس انه هم مال غادان ثلاث ارباع اللعبة وانا بذاك اللبس. Look around. Don't worry. I'll continue. Which is why his roots, as he won't last his shackle, his hide. Well, like my tiny killish beloved. As long as you do, it is what I'll...
هذا ايش فيه؟ اول مره تشوفه؟ بهالجيم ايه؟ الجيم الاول ولا مره شفته؟ لا لا ثاني مره شفته، اعطاني سيف وما ادري شنو، والحين ما ادري ايش صار. لويت ملابسه خذيته؟ لا 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 قبل لا. اوكي اذا نهايه اللعبه رجع هني تعال، راح تلقى ميت اخذ ملابسه. اوكي بس هو شنو قصته انزين؟ هذا الله يسلمك قصته راح تحصلها بالقصر مال جادريك. ايه هناك تحصل داخل الكنيسة قاعد. اي هذا هناك حصلته. اي بس ما ادري شنو الكوست لاين عن نفسي لاني ما سويته صراحة. قطهم في الصندوق. كل هذا ما له داعي. ايهم ذكرني، ايهم اللي ما لهم داعي؟ ايه ترى في شغلات ما قاعد استخدمها اصلا يعني. اوريدي في شغلات عندي اياها يعني اكثر من واحده. ايه والله ولا ادري عن الصندوق، ولا ادري عن الصندوق من صدقك. ايه فهمتك فهمتك. طلع لك غسلي وانا ادور. غريبة هذاك تنين بمكان شو اسمه. بمكان هذا نسيته شو اسمه، الكساندر. هذا اللي اقول لك عنه ذبحته انا، هذا هو. هذا اللي قلت لك انه ما يعطي شيء. يبي هني عاد كنت تقول مضيعة وقت. ما تجي تجابلهم. شلون اصعد فوق؟ طلع ذا من خلاص. اي اوكي
انا قاعد اقول ان اكزاندر مو موجود حيوان. لا 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 جاي من قبل، بس ان كنت لاني مسوي كويست فكان طالع لي شخصية ثانية مو تنين. هذا لا بطيح. هلا عثمان. هلا شلونك؟ الحمد لله تمام. الله يبارك. الله يسلمك. هاي يمديك يمديك. اكتب اشتري لي جاسوس كاف بس الله يسلمك. ايه على 100 وشي 90 دينار 70 دينار بس. ايه مع التوصيل. ايه صح تقريبا. بس على ما اصل الى الكويت كفايه شهر 5 يمكن. لا 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 ايش دعوه. يقول لك ضار عندهم طايق زحمه ما ادري. هو لا ترى كل من اول ما نزل كل شوي ينزلون دفعه ويخلص ينزلون دفعه ويخلص. فالحين تظهر الدفعه اللي بعدها عرفت ولا لا؟ لو طالب من قبل حبيبي خالص انت. اوكي ايه لا حتى ما حصلت مالت بي اس 5 يعني. ايه البي اس 5 انا عجب دشيت وبطلبها كان يقول لي اوت اوف ستوك لما كان عندي فلوس. لما فلست موجودة ودزوا لي ايميل مرتين ترى ردينا الجوستيكات تعال يلا اخذ. انا لا شكلي باخذ ترى. تدري لو تنومهم تفوز على طول صدق. اي شيء قوية هذه توني ادري. يلا باي. غريبة. اي كمل عثمان. اقول لك شكلي باخذ لي شكل اكس بوكس بس بلاي ستيشن عرفتها؟
ايه عرفتها عرفتها، القديمة مال بلاي ستيشن 4 يعني. لا شكلها ما بين اكس بوكس وبلاي ستيشن 4. اعرفها اعرفها. ايه يمكن اخذ هذه بجربها، عرفت؟ ما اول مرة اجرب الجويستيك نفس هذا. ايه بس هذه بكم اللي تقول عنها؟ كنا بشيء 60. زين زين زين. ارخص. بطل على ما تنزل مالت البي اس 5 يمكن اخذها. ترى راح تنزل راح تنزل ما راح تطول. انا اقول لك دزوا لي ايميل كل شوي دزوا لي ايميل ترى جبناهم ترى جبناهم. يعني لا تحط بالك انهم مطولين لا لا لا. انت بس دش على بنا بتشتريها وحط ايميلك تلقاهم كم يوم يدزوا لك ايميل ترى ان ستوك. يعني اسال واحد مجرب يعني. نسوي كولكشن جويستيك. وهم صح ليش لا؟ ما في شيء يمنع يعني. انا اوريدي اعرف نفسي ما راح اخذ فتره راح كلش. قصه الدوائر. لا بس هذه اصليه ترى غير يعني اكيد اقوى من البلاي ستيشن العاديه. تلقى؟ ايه بريميوم بريميوم يعني. هاي كواليتي عرفت؟ نجرب احنا نشوف. ايه انا ولا ما اخذت جوسك يعني غير العادي. ايه اسوى تجرب تاخذ واحده. السلاح هذا ما ينفع حق البوسات الاخيره ولا ينفع؟ ايوه اللي عندك هذا ينفع. ينفع ها؟ فيزيكال دامج ينفع. اي حاجه. هو مو فيزيكال انا اللي قاعد استخدمه شو اسمه؟ الجريت سورد؟ لا لا قاعد استخدمه شو اسمه؟ الحركه هذه الار 2 اللايتنينج. اتوقع ينفع ينفع. بس ما راح يكون دمج الواو شوف انه في فرق. لا لا قاعد العب مثل ما قلت لك النهايه الثانيه قاعد العبها سبيد رن. لان الحين وراي نهايه ثالثه بعد عشان اخذ ال بسرعه بسرعه. باقي 1 2 3. فيك؟ واحد رحته بكوف ديوتي. جاي صرخ ها؟ الله كم واحد جايني؟ تيمك
صار عصب الإيراني. أوه القواد هذا. أخيراً خلصت. خلص الكيبورد. اللي جاي يسلم فوق. تسوي يا دارك. اخذ سلاح قاعد عشق بويا. شوف هاي في ضابع صفر هذا الماي. الله قل غدا بسكم. دام انه باقي تقريبا ربع ساعة على الفطور انا استاذن. خذ راحتك خذ راحتك. يس يس
لك من اليوع خدرت. يا عمي اخر تيم حرام والله. اوف ايش كذا باقي علينا؟ 10 دقايق. لا كلي معاي تكفى. تخيل انا تحت كنترول بالضبط. علي ثلاثة. علي ثلاثة زين؟ ايه. وهو فوق كنترول زين يعني ما يعني ما نبك تسوي شيء لا تنزل فايت. ظل من فوق ارمي معاي بس. يعني ما فيها فن عرب. يعني انت عندك السطح وقاعد بالسطح وصاحبك ما حد كله اتنجل عرب شلون؟ دونت اثنين وفنشتهم ويوني اثنين بعدين طشرون يعني خلاص يعني عرض تيم اربع علي وهذا صاحب واحد قايق فوق يوم شيكت ولا ذابح صفر اصلا يعني ما يدري وين الله قاطه. الثاني سولو فايد واخر شيء ذابح اثنين. الحين شغال البث صح؟ ايه ايه كان الحين اسكر واروح اتفطر. ليش كل يعتبر بالتليفون؟ ما ادري وين كان التليفون اصلا.
تستخدم السكاف فترة تنباع هني صح؟ عادي يشترونها. انا طلعت فترة هني الكويت ما في ولا واحدة ها، كلهم ممسوحين. طب ممسوحين يعني من يبونهم يمسحونهم من السوق. قصدك يشترونهم؟ يشترون يطيرون بسرعة ما يقعدون. اكثر مرة طلعت بلينك وغيره وهذا. لا والله تحصلهم، انا دائما احصل والله. تصدق صج؟ ايه احصلهم بلينك وسوالك كنت احصلهم. انا عبالي بتطلب من شو اسمه من موقعهم الاصلي. لا طلعت من موقعهم الاصلي انا، من هني كله خاصين عرفت. ايه طلبت ولا بقى يعني طلبت الحين خلاص؟ ايه طلبت واحدة. ايه كفو كنا 220 دولار سعرها شيء كذي. اي لون خذيت؟ خذيت لونها كاربون فايبر. نايس نايس. لحظة بس نسيت خليت الدقم اي لون انا؟ اعتقد خليت كان فايبر بس الوان الدقم نسيت. ما طلع على الدقم ها؟ اي لا اخترت بس نسيت شو اللي اخترته. يمكن برتغالي شيء شذي يعني ماني ذاكر. تصير تطلب الكنترولر من غير هذا الفايبريشن اللي داخل. ايه صح خلاص لا استخدها في الاوبشن وخلاص. لا الفايبريشن بيصير وايد اخاف الجويستيك يعني الجويستيك بسكه بيدك يصير وزنها خفيف وايد. وما علم حصافة لأنه راح يستهلكون بقوة يعني. ايه طلبت الدقم فوق ديجيتال على قولتهم لأن حق اف اس يعني ما في تريجر عرفت. غير تريجر. ما دزت ما شفت الفيديو اللي حطيته بالتيك توك صح؟ ما عندي تيك توك. شلك ضفتي انت؟ ولا هذا واحد ثاني عثمان؟ ضفتك مو تيك توك. لا ضفتك هذا يوتيوب. كان اليوتيوب صح ضيعت انا. ارزك الفيديو اللي اسمه اللي نزلته اليوم هذا. انستغرام داود ايش حطنا لايكات انستغرام. شنو شفته؟ شنو شفت فيديوهات ليه اللي دشيت داخل بيت وخمسه مع اربع بايك. ايه هذه الدخله العجيبه ما لاحظت. انت اللي دخلت قدامي قاعد اقول لك. بس اولا انصدمت ايش كثرهم. لازم تعود شيء تدخل على اربعة. ايه بس لو تلاحظ قاعد يقول لك ابي معلومات. وين قاعد وين ابي انفورميشن. يلا اصدقائي نشوفكم ان شاء الله بعد الفطور. الفطور تايم ان شاء الله. الله يقعد السكر وبالعافية. باي.